قفزات رهيبة بعالم الغباء الاصطناعي يوم بعد يوم وشهر بعد شهر، بدون فهم، بدون استيعاب، بدون عقلانية، اختراع بعد اختراع، لدرجة انه اذا بتغيب عن متابعة التطورات اسبوع فقط بتلاقي حالك متأخر سنين عن زمانك. للكائن البشري ما ضل محل، وسط صراع بين كبار الشركات على مين بده يجزر ويقضي على الجنس البشري أسرع، حتى أنه وصل فيهم الأمر أنه هن شخصياً يفقدوا السيطرة عن هالوحوش اللي عم يخترعوها بدون اعتبار أو احترام لأي قواعد. الغباء الاصطناعي عم يهدد بانهيار الحضارة البشرية فوق روسيا اللي عم يخترعوها، وأفلام الخيال العلمي على وشك بأنها تصير حقيقة. أنا محمد الجشي، ويلا Let's get started. من وقت ما أطلق روبوت الدردشة تشات جي بي تي بتطوير شركة أوبن أي آي بدعم مالي من شركة مايكروسوفت، هيدا الروبوت بيستخدم الذكاء الاصطناعي ليجاوب على الأسئلة، يكتب نصوص، يكتب كودات برمجية، أو ليك كل شي بدك إياه حرفياً بيعمل لك إياه. وخلال شهرين فقط وصل مستخدمينه ل 100 مليون مستخدم، رقم ضل تطبيق انستغرام سنتين ونص لحد ما وصل له. هلا لو وقف الموضوع عند هيدا الروبوت المتفاعل كنا زقفنا لهم وقلنا لهم شكرا لخدمه البشريه، وشكرا انكم عم تسهلوا لنا حياتنا بحيث ما نتعذب ونحن عم نبحث عن المعلومات بمحرك البحث جوجل. بس تاري تشات جي بي تي هو بدايه كارثه كبيره. فمركز امان الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال نشر على صحيفته: ينبغي ان يكون الحد من خطر الانقراض بسبب الذكاء الاصطناعي اولويه عالميه، الى جانب المخاطر الاجتماعيه الاخرى كالاوبئه والحروب النوويه. متخيل يا صديقي الغالي بشو قارنوا مركز امان الذكاء الاصطناعي؟ بالخطر النووي. يعني نصوص من مقالات وشعر ونكت وكودات والصور من صور بيانيه ولقطات مميزه واعمال فنيه يلي عم تعملها انظمه الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي والفا كود ولا ممكن تقدر تفرقها عن عمل كائن بشري، وبيستخدمها الطلاب كتير بكتابات واجباتهم المدرسيه، وحتى السياسيين لكتابه خطاباتهم مثل الخطاب يلي قاله الممثل جيك اوشينكلوس بقلب الكونغرس الامريكي. لا وتوابع هالكارثه بلشت تبين من هلا. يعني شركه عملاقه مثل اي بي ام وقفت عن توظيف 7800 موظف طالما بيقدر يحل محلهم الذكاء الاصطناعي. اذا بلشت تتعب نفسيتك يا صديق الغالي من هالاخبار يلي بتفتح النفس، فبحب طمنا نحن هلا بالمرحله الاولى فقط من الغباء الاصطناعي. في مرحلتين قادمتين قريبا جدا، يعني على الهواء تسارع الاحداث، العلماء نفسهم مخترعين هالذكاء الاصطناعي خايفين انه يفقدوا السيطره عنه وينقرض الجنس البشري من وراهم حرفيا. هن بالحقيقه 3 مراحل. المرحله الاولى يلي نحن فيها هلا، ولحتى نقدر نفهم المصيبه كلها، نحن هلا بمرحله اسم الذكاء الاصطناعي ضيق النطاق NAI. بركز الذكاء الاصطناعي ضيق النطاق على مهمة واحدة واداء عمل متكرر ضمن مجموعة واحدة من الوظائف، وبيقدر يزيد من مهاراته ويتعلم فقط بمساحة عمل محددة تبرمج ليشتغل فيها فقط، مثل برامج الشطرنج اللي قادرة تتغلب على بطل العالم بالشطرنج بس منا شاطرة الا بالشطرنج. يعني حطها تلعب سوليتير مثلا بتضيع. وكتير من برامج التليفون كمان تستخدم هيدي التقنيه، من خرائط للجي بي اس لتطبيقات الموسيقى وتطبيقات الفيديو اللي بتعرف ذوقك وبتقدم لك المقترحات يلي بتعجبك، مثل منصه الفيديو اللي عم تحضرني عليها هلا. حتى الانظمه الاكثر تطور مثل السيارات وتشات جي بي تي الحالي هي اشكال من الذكاء الاصطناعي ضيق النطاق، لانه ما بتقدر تقوم الا بالادوار يلي تبرمجت عليها مسبقا، فما بتقدر تاخذ قرارات من راسك. بس الكارثه الكبرى بتتجلى بتطوير الذكاء الاصطناعي ضيق نطاق للذكاء الاصطناعي العام يلي بيقدر يقوم بأي مهمة فكرية ما بيقدر إلا الإنسان يقوم فيها، بيعرف كمان باسم الذكاء الاصطناعي القوي. فبشهر آذار 2022 1000 خبير تقني ناشدوا كل مختبرات الذكاء الاصطناعي ليتوقفوا فورا عن تطوير وتدريب الذكاء الاصطناعي القوي، خصوصا تشات جي بي تي 4. وكتب أحد مؤسسين شركة أبل ستيف ووزينيك ورواد التكنولوجيا ومنهم مالك شركة تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك: يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي ذات الذكاء التنافسي البشري أن تشكل مخاطر عميقة على المجتمع والإنسانية. وبالخطاب يلي نشره معهد فيوتشر أوف لاين قالوا فيه الخبراء بأنه إذا رفضت الشركات يلي عم تتهافت بالسباق على تدمير البشر بتوقيف مشاريعها، لابد من تدخل الحكومة بالقوة لتوقيف هيدي المشاريع. وبعض الخبراء عم بيقولوا مثل كاريسا فيلز أحد أعضاء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بجامعة أكسفورد إنه الذكاء الاصطناعي غبي على قدر ما هو ذكي، وإذا جرب أي إنسان تشات جي بي تي على سبيل المثال رح يلاحظ عليه بأنه محدد بقيود مشددة من قبل مبرمجينه كرمال ما يفقدوا
السيطرة عنه. صديقي، تطور الذكاء الاصطناعي الخارق هيدا بيزيد من مخاوف تلفيق الأخبار الضالة، مثل خبر اعتقال دونالد ترامب يلي اتهموه بالتحرش الجنسي بامرأة، وأثبتوا هيدا الخبر من خلال صورة لإله هو معتقل تم تصميمها بالذكاء الاصطناعي. يا صديقي الغالي، هلا أنت نفسك يمكن تقول يا حبيبي بلكي الخبر صحيح والإعلام كرمالي غطي عن دونالد ترامب اخترع قصة بأنه هيدي الصورة مش حقيقية والذكاء الاصطناعي هو يلي صممها. حلو الحديث، وأنا بتمنى أكتر منك بأنه يكون الخبر صحيح عن جد. لهيك لازم نتحقق بنفسنا من مصداقية الخبر عن طريق التدقيق بالصور المنشورة أول شيء. فاطلع لي هيك على أبو كرش هيدا يلي واقف ورا ترامب، كيف تحس وقفته غلط، واقف عم يطلع على الاتجاه الخاطئ وكأنه جاي لقاء أهل بمدرسة ابنه مش على اعتقال ترامب. والإضاءة شوف كيف لونها أبيض، وبنفس الوقت انعكاسها على الأرض مبين أنه إضاءة شمس مش لمبة. هلا هيدي الصورة اللي عرضتها ممكن تحيرنا كتير انه بدنا ندقق كتير لنلاحظ اغلاطها، بس هيدي الصورة مثلا صورة متداولة عبر الانترنت ومبينة واقعية كتير، بس بنظرة فاحصة ببين معنا انه سبحان الخالق ايدي ترامب اليمين قصيرة كتير، او حتى رقبته اذا بتركز فيها ببين راسه مركب تركيب عليها. التكنولوجيا الحديثة منا كتير قوية بتصوير الأشخاص أو بعض أجزاء الجسم مثل الإيدين، بس الفكرة بالموضوع بأنه صورة لترامب باعتباره شخصية مشهورة تم تفحصها من قبل ملايين الخبراء ليأكدوا كذب الخبر. بس صورتي وصورتك يا صديقي الغالي مين ممكن يتفحصها؟ يعني يمكن تفيق بليلة ما فيها ضوء قمر تلاقي العالم حواليك عاملين لك عزة بسبب انتشار صورة لإلك وانت ميت. المهم إذا بنرجع لمراحل التطور التكنولوجي، فوصلنا بأنه في عنا مرحلتين، مرحلة الذكاء الاصطناعي ضيق النطاق يلي نحن فيها هلأ، ومرحلة الذكاء الاصطناعي العام يلي عم ينشغل على تطويره يلي على ما يبدو بس تصير حقيقية وتتطور ما رح يضل في بشر اصلا لحتى يطوروها لنوصل للمرحلة الثالثة يلي ضلت يلي هي مرحلة الذكاء الاصطناعي الفائق. وقت بنوصل لمرحلة الذكاء الاصطناعي الفائق فرح يكون الروبوت اذكى من اذكى بشري على وجه هيدا الكوكب. فاذا كان في عالم متخصص بالفيزياء فروبوت مصمم بتقنية الذكاء الاصطناعي الفائق رح يكون اقوى من عالم الفيزياء هيدا. لا لا مش بس بالفيزياء، رح يكون الروبوت هيدا نفسه اقوى من عالم الفيزياء مع عالم الكيمياء مع عالم الرياضيات مع كل علماء الارض. الروبوت الواحد قادر يتفوق على اكبر العقول بكل مجالات الحياة وبيشمل المجالات الادبية والابداعية والمهارات الاجتماعية والعاطفية. يعني يمكن تروح يا صديق الغالي بدك تخطب بنت تجي تقول له لولد البنت والله انا عندي سيارة وبيت ووظيفة وشقة وشاليه على البحر وعم بستثمر بمطعم على الاوتوستراد السريع. يجي يقول لك الاب والله يا ابني ما عندنا بنات للزواج، والله بنتي مرتبطه. ثم انت وطالع خايب من البيت تلتقي بروبوت على الباب فتسال الاب مين هذا بلا صغره، يجي يقول لك سهري. يعني يا صديقي الغالي لحتى يصير الانسان مهندس او طبيب او محامي بينجبر بانه يدرس لفتره طويله بتتراوح بين 4 و6 سنين. والمشكله مع هيدي المرحله من الذكاء الاصطناعي انه الروبوت قادر يطور مهاراته الحياتيه ويتعلم باستمرار بوقت مستحيل يقدر كائن بشري يوصل ل 1% منه. يعني يمكن يتخرج الروبوت من كليه الطب اختصاص الجراحه بتقدير ممتاز بخمس دقائق، بالوقت يلي الجراحين عم يشقوا حالهم 15 سنه لحتى يقدروا يقطبوا جرح طفيف. في علماء كمان متأملين بتحقيق الخلود بسبب الذكاء الاصطناعي. فالمخترع كورزويل عم يتوقع بأنه بحلول عام 2030 رح يكون البشر قادرين على تحقيق الخلود بفضل الروبوتات النانوية يلي بتعتمد على تقنية النانو، والنانو هي وحدة قياس صغيرة كتير ورح تشتغل هيدي الشرائح بقلب جسمنا ورح تقدر تكتشف أي خطر أو مرض ممكن نتعرض له بكير كتير وتعالجه قبل ما ينتشر بجسمنا. فهون المتحدث باسمي بحب يقلهم إنه يا حبيبات اكتشفوا علاج لمرض السرطان أول شيء بعدين نحكي بالخلود. نحن هلأ يا صديق الغالي بأبشع حقبة زمنية فعايشين تحت رحمة علماء غرب ما بهمهم غير مصلحة يلي عم يشتغلوا لصالحهم ويلي عم يعلنوا عنه ما هو إلا عناوين لمستقبل هالمستديرة، وما أخفي كان أعظم. شاركني برأيك بالتعليقات، وإذا عجبك الفيديو ما تنسى تعملي لايك وتنضم لعائلتنا من خلال الاشتراك بالقناة. إذا حابب تتواصل معي فأنا عادة بترك رابط حسابي على الإنستغرام تحت بصندوق الوصف، فيك تروح تسلم علي. ويلا سلام.